وزير النفط ووزير الكهرباء والماء عصام المرزوق توقع أن ينتج مشروع الدبدبة للطاقة الشمسية نحو 15% من استهلاك القطاع النفطي للكهرباء سنويا، وهو المشروع الذي من المتوقع تشغيله في الربع الثالث من السنة المالية 2020-2021. وقال المرزوق خلال افتتاح مؤتمر ومعرض الكويت العالمي للصحة والسلامة البيئية إن مشروع الدبدبة يخفض من انبعاثات كمية ثاني أكسيد الكربون بما يعادل 1,300,000 طن سنويا. أن مشروع الدبدبة للطاقة الشمسية سوف يتم تشييده داخل مجمع الشقاية للطاقات المتجددة التابعة لمعهد الكويت للأبحاث العلمية، ومن المتوقع أن ينتج المشروع ما يعادل 15% من استهلاك القطاع النفطي السنوي من الطاقة الكهربائية، أي بما يعادل 2.5 ميجاوات ساعة بالعام، كما يحد المشروع من انبعاثات كمية ثاني أكسيد الكربون تعادل 1.3 مليون طن سنويا. ومن المتوقع أن يتم تشغيل المحطة في الربع الثالث من السنة المالية 2020-2021. كما تهتم الكويت بالاستثمار في تطوير أنواع الوقود ذات المحتوى المنخفض من الكربون.